دخيلك يا ربي، دخيلك يا ربي، دخيلك يا الله يا الله. ليه سمعتولن ياخدوه مني؟ ليش سمعتولن؟ لك هذا ظلم يا ناس، والله ظلم، والله ظلم. هذا قانون ظالم. أنا بدي وسيم، بدي ابني هلا، بدي إياه، بدي ابني هلا، بدي إياه. أمي بكره بس يكبر برجع لك يا. إمتى يا أمي إمتى؟ بس موت، لك بس موت أمي أنا برجع. أمي شو هالحكي هذا؟ بعيد الشر عنك. لا ما بعيد الشر، الشر قريب. أصلا الشرون لما أخذوه مني مرتين هلا حرمتوني منه. مرة وقت استرشدوا، هلا هلا هو صغير. أنا إلي هذا، أنا أمه، أنا بحاجته، أنا هو بحاجتي، ما أنا بحاجة حدا، هذا ابني أنا. عم تفهموه؟ طولي بالك يا أم زهير، طولي بالك. والله قلبي من جوا عم يتقطع. بس هذا قانون لك يا أم زهير، حضانة الطفل لأمه. أنا أمه بوس إيديك يا أبو زهير. بدي ابني. جدو هون هون هون. الله يحميك يا رب. الحمد لله يا بنتي، الحمد لله اللي الله جبر بخاطرك. الحمد لله، الله يخلي لي اياك يا ماما يا رب. هي انجبر بخاطره وغير انكسر خاطره. ومين قصدك بغيرها استعيدها؟ ستو. يا ترى فكرتي فيها وبمشاعرها؟ شو بيكون صاير فيها هلا؟ لا والله ما فكرت، لانه ببساطه اخر همي. ما طول عمرك انانيه يعني، مو شيء جديد عليكي. انا انانيه؟ ليش هن حدا فيهم فكر فيني وبمشاعري لما اخذوه من حضني؟ ويا ستي بكل الاحوال ما دام انا انانيه حصير انانيه بالفعل واخذ ابني وروح اعيش لحالي. لا اختي لا، ما اتفقنا هيك. ليش اخي ما اتفقنا؟ انا لا بدي اكون عالي على حدا ولا حدا عالي علي. بعدين انا حابه ربي ابني بدون امر عقد نفسي. تعبي. شو قصدك؟ انا معقده يعني؟ هيك قصدي. خلصنا انت وياه. بابا انت وابنك بتعيشي معنا بهذا البيت مع سزين مكرمين، فهمتي؟ لا بابا اسمح لي، انا مضطره اعيش برات هالبيت. وانا ما راح اسمح لك تعيشي برات هالبيت لحالك. بابا لا تخاف، أنا ما حكون لحالي. وكيف بقى مو لحالك؟ أنا قررت أتجوز. شو؟ شو عم تقولي ماما؟ إيه أمي بدي أتجوز. يييه إن شاء الله ألف مبروك يا حبيبتي. أسيب لك؟ شو يعني؟ مو أنتوا خايفين علي لأني بلا رجال وخايفين العالم تعايرني؟ أنا رح جيب لكم رجال يكون مسؤول عني وعن هالطفل، وهيك ما حدا له عندي شي. أنت شو عم تخبصي؟ ليش عم خبص؟ الجواز عيب ولا حرام؟ طبعا حرام. شو بدك تحكي علينا الناس؟ ايه خلصنا بقى لسه الناس الناس، وانا وارمل الناس تحكي علي، وانا متجوز الناس تحكي علي. يعني والله ما عم بفهم، اذا الجواز حرام شو الحلال عندكم؟ الحلال انك تنضبي وتعيشي عند ابوكي تحت جناحه، مو توطي راسنا بين العالم. يعني والله العظيم ما عم بفهم عليكم، امركم غريب. عم قلكم جواز على سنه الله ورسوله، مو بدي روح خطيفة انا وياه. هذا الموضوع ما بدي اسمع فيه حكي، فهمتي؟ ليش بابا؟ لأنه الناس بدهم ياكلوا وشنا ويقولوا إنه ما صار سنتين مترملة وابنها على حضنها ودارة الزواج. عن إذنكم. ما بتعرفي تقصري سارة؟ إيه ما حكيت شيء. سارة؟ ماما سارة؟ عادي هون حبيبتي.